أمانة ومسؤولية لا امتيازات نتحصن خلفها. من هذا المنطلق نبدأ مؤتمرنا الصحفي كتلة حزب الوسط البرلمانية، ونبدأ بإلقاء بيان المؤتمر الصحفي للأستاذ دكتور محمد عبد اللطيف رئيس الهيئة البرلمانية للحزب. بسم الله الرحمن الرحيم. بيان صادر عن الهيئة البرلمانية لحزب الوسط لمواجهة الثورة المضادة. نظرا لما يكتنف الأجواء المصرية من غيوم وظلمات نتيجة القرارات والأحكام الأخيرة التي أعادت عددا من رموز النظام البائد الفاسد من سجونهم وجحورهم ومحاولات الثورة المضادة، ونظرا كذلك للخلاف السياسي المحتدم بين القوى والرموز الوطنية والتي زادت من حدة الأزمة ومهدت الطريق لرموز النظام البائد أيضا، ومواجهة لتلك الحالة الخطرة وانتصارا لمبادئ الثورة وتحقيقا لأهدافها ومطالبها، فإن الهيئة البرلمانية لحزب الوسط استؤكد على مسؤولية رئيس الجمهورية المنتخب في اتخاذ الإجراءات الدستورية الحامية للثورة، والتي منها إقالة الحكومة وعلى الأخص وزيري العدل والإعلام لعجزهما عن مواجهة الثورة المضادة داخل مؤسساتهما، وكذلك مطالبة رئيس الجمهورية بالتقارب مع القوى الوطنية وخاصة تلك التي في قلب الثورة. فإن الهيئة البرلمانية لحزب الوسط تتقدم اليوم بمشروع تعديل قانون السلطة القضائية خاصة فيما يتعلق بمنصب النائب العام، ليكون متفقا وأحكام المادة 173 من الدستور وضرورة اختياره من قبل مجلس القضاء الأعلى، بخلاف ما هو عليه الآن في المادة 119 من قانون السلطة القضائية الحالي، وأيضا فيما يتعلق بمساواة أعضاء الهيئات القضائية ماليا بأعضاء المحكمة الدستورية العليا، وكذلك مساواة أعضاء الهيئات القضائية بغيرهم من العاملين المدنيين والموظفين بالدولة من حيث سن التقاعد. وترحب الهيئة البرلمانية بكافة الاقتراحات المقدمة من السادة الأعضاء في المجلس ومن الحكومة وبالطبع من كل الهيئات القضائية الموقرة. والسلام عليكم ورحمة الله. احنا معانا للإخوة الصحفيين الموجودين ووسائل الإعلام نص البيان مكتوبا سنوزعه لحضراتكم حتى تتمكنوا من إيصاله. والآن نفتح باب المناقشة والأسئلة للسادة النواب ورئيس الهيئة. نعم الدكتور محمد يوسف. محمد يوسف مقدم المشروع باسم، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. انطلاقا من مسؤولية حزب الوسط أمام الشعب المصري الذي قام بثورته العظيمة بغرض تحقيق مطالب الثورة كاملة: حرية، عيش حرية، عدالة اجتماعية، كان من واجب كل القوى السياسية أن تعمل على تحقيق مطالب الثورة. وكان من أهم مطالب الثورة تطهير أجهزة الدولة من أتباع النظام السابق. وقد رأينا خلال الفترة الماضية أن هناك محاولات لإجهاض الثورة من أجهزة متعددة، فلازال أتباع النظام السابق يعبثون بمقدرات الوطن ويعبثون بأمور الثورة كاملة ويحاولون بشتى السبل إجهاض الثورة. وقد رأينا خلال الفترة الماضية العديد من الأحكام التي صدرت نتيجة تحقيقات مبتصرة وأدلة مهترئة واتهامات
لا ترقى إلى مستوى الجرائم التي ارتكبها النظام السابق في حق الشعب المصري جملة. وأخيرا رأينا محاولات متعددة للحيلولة دون استمرار بناء مؤسسات الدولة ووقف قرار رئيس الجمهورية بالدعوة إلى الانتخاب ومحاولة إعادة النائب العام السابق إلى منصبه وتجاهل السيد وزير العدل للمادة 111 من قانون السلطة القضائية التي توجب عليه إحالة أي قاضي يفقد شرطا من شروط الصلاحية إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة 98 والمسمى بلجنة الصلاحية. وقد رأينا من شيوخ القضاء أنه ما أن تعرضت سمعة قاضي للمساس بأي صورة من الصور بل بأقل الصور، إنما النائب العام السابق قدم أو اتهم في جرائم مال عام ومع ذلك لم يتخذ وزير العدل أي إجراء مما أناط به القانون وهو واجبه، إلا إنه تقاعس وتكاسل عن اتخاذ هذا الإجراء، إضافة إلى أمور أخرى عديدة نراها جميعا ويلمسها الشعب المصري كله، وانتهت بوقف إجراء الانتخابات والحيلولة دون بناء مؤسسات الدولة. ومن هذا المنطلق ونظرا لأن الجهات المسؤولة في الدولة تتباطأ في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق مطالب الثورة، فإن حزب الوسط جاء يحمل الراية لعودة الثورة إلى مكانها وتصحيح المسار واتخاذ الإجراءات اللازمة للحيلولة دون تمكين أفراد النظام السابق وأتباعه من القضاء على الثورة ومطالبها والسعي خلف مطالبها بكل قوة واقتدار، ونحن لها وإن شاء الله سنحقق مطالب الثورة بكل ما نستطيع من قوة وبكل ما نملك إن شاء الله. وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. مبادرة اليوم يتقدم بها أعضاء الهيئة البرلمانية لحزب الوسط تتكون من ثلاثة أمور. الأمر الأول طلب قدم اليوم إلى معالي الدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشورى لعقد جلسة عاجلة، لأنه في ظل هذه الظروف وفي ظل احتمالات ضياع الثورة ولن تضيع إن شاء الله، لا يجب على نواب الشعب أن يجلسوا في بيوتهم، ولا يجب على مجلس الشورى الهيئة البرلمانية المنتخبة الوحيدة في هذا الوطن أن تأخذ أجازة، فتقدمنا بطلب عقد جلسة عاجلة لمناقشة هذا الموضوع. الأمر الثاني سنتوجه لرئيس الجمهورية بطلب عاجل لتغيير الحكومة التي أثبتت فشلها وفي مقدمتها وزيري العدل ووزير الإعلام، إذ أجهزتهما يساعدون الثورة المضادة بقصد أو بغير قصد. الأمر الثالث وهو تقديم قانون السلطة القضائية أو تعديلات السلطة القضائية ليسمح لنا بأن يعين النائب العام وفق مطالب الثورة ووفق الدستور الجديد وهو المنصب المختلف عليه، ونطالب رئيس الجمهورية بتوجيه دعوة للحوار حقيقية وجادة بين قوى الثورة، ولا أقول الأحزاب وممثلي الهيئات، أقول بين شباب الثورة وقوى الثورة الفاعلة والحقيقية، لنواجه سويا لنضع خارطة طريق لمواجهة الثورة المضادة. شكرا. لو في أي أسئلة عند حضراتكم، لو في أسئلة الأول، وبعدين احنا عندنا تعليقات أخرى يعني، لو ما فيش نبقى نبدا بالاستاذه ليلى. اتفضل. نعم. بالتاكيد ده جزء من تصورنا في التعديلات. نعم. استاذ عاطف اتفضل. التعديلات المقدمه لقانون السلطه القضائيه التعديلات المقدمه لقانون السلطه القضائيه لا يكتفي بالسن،
ولكن هو يحقق العدالة. أولا مساواة الهيئات القضائية بالمحكمة بالمحكمة الدستورية العليا من الناحية المالية. ثانيا مساواة الهيئات القضائية بالعاملين في الدولة من ناحية السن. هذه هي العدالة الاجتماعية، هذه هي المساواة. نحن نريد تفعيل الدستور. الأمر الثالث وهو طريقة تعيين النائب العام. هذا منظومة متكاملة وليس القصد منها فقط خفض السن. خفض السن كمطلب من مطالب المساواة بين الهيئات القضائية أو موظفي وجميع موظفي الدولة المدنيين. الدستور بيقول ان النائب العام يتم ترشيحه من مجلس القضاء الاعلى ورئيس الجمهوريه يعينه، وهذا نص في التعديل اللي احنا مقدمينه. يعني بنحول الماده الدستوريه الى ماده قانونيه. القانون يطبق فوريا، يطبق القانون على الجميع فورا فورا فورا. اتفضل حضرتك. ابدا، احنا بنطلب من جميع الهيئات القضائيه انها تبدي رايها في مشروع القانون المقدم، واحنا حريصين، وده طبعا وفقا للدستور، واحنا حريصين على هذا. بل بالاكثر من ذلك، احنا يعني نطلب من جميع القضاة كل هيبقى له ملاحظات على هذا القانون يبعثها الينا، لان احنا في الاخر عاوزين نطلع بقانون نتيجه توافق بيننا جميعا. يعني اتفضل. استكمالا بس للاجابه، هو فعلا ان ما جرى عليه العمل هو أن يقدم أو يؤخذ رأي السلطة القضائية فيما يتعلق، وده نص في الدستور، يعني مش ده نص في الدستور، ويجب أخذ رأيهم في أي أمر يتعلق بالقانون. ولكن ده لا ينتقص من حق المجلس التشريعي في تقديم ما عنا له من مشاريع قوانين تتعلق بأي جهة أيا كانت. وأخذ الرأي لا يعني مطلقا الحجر على السلطة التشريعية، بل هو تأكيد لأحقية السلطة التشريعية. مجرد أخذ رأي للسلطة التشريعية أن تعمل به أو لا تعمل به، مجرد أخذ رأي، لكن الأمر يتعلق بالسلطة التشريعية وحدها، ولا ينتقص من هذه السلطة أخذ رأي الجهة المتعلق بها القانون. وشكرا. تفضل. نعم، طب عرفي نفس حضرتك من أي جهة. دكتور يحيى ابو الحسن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقه اولا الحوار مع الثوره، مع قوى الثوره كلها مفتوح، والدعوه مفتوحه للجميع، ولن نحدد احد بعينه لدعوته. دعوه الحوار التي دعا اليها السيد رئيس الجمهوريه هي دعوه حوار للاشخاص بعينهم، كلهم يرفضوا او يقبلوا، ده شيء يعود عليهم هم شخصيا. وبالتالي فان دعوه الحوار التي فعلت امس في جبهه الضمير، وكانت مشاركة بعض القوى السياسية في هذه الجبهة، هو بداية عودة اللحمة والتلاؤم بين قوى الشعب. فهو هذا الذي ندعو إليه، ندعو إلى أن جميع القوى الثورية تتفاعل، وأن نضع أيدينا في أيدي بعض من أجل مواجهة هذه الثورة المضادة التي تعمل أفعال منظمة. نعم. القوى الثورية التي شاركت في ثورة 25 معلومة لا يوجد احد الان لا يعلمهم شخصا، وهم وانت حضرتك تعرميهم واحنا نعلمهم، والدعوه مفتوحه للجميع. اذا خصصنا الدعوه لاحد بعينه فمعناه ان احنا بنرفض احد اخر، من اعتباره من جبهه الانقاذ الى اي حد مستعد للحوار الجدي من اجل بناء هذا الوطن، نحن نرحب به ونناشد السيد رئيس الجمهوريه بتغيير الحكومه، اللي هي مطلب لا نقول انه مطلب احد بعينه، هو مطلب الشعب كله. وشكرا. اتفضل.
طب هو استاذنك ان الكلام على الاجنده ده سابق لاوانه، احنا بس بنقول ان احنا دلوقتي الثوره في مرحله خطيره وتتعرض للسرقه والاغتصاب والقضاء عليها، ومش عاوزين ان احنا نتحول زي ملوك الطوائف ان احنا نقعد نتخانق ونتشاجر معا وننسى القضيه الكبيره الاساسيه اللي مات عليها الشهداء في 25 يناير، والشعب كله بينتظر انه يتوقع من القوى الوطنيه ومن قام بالثوره ان هم يعني ينقذوا هذه الثوره مما يحاك بها المؤامرات. فاعتقد ان الموضوع الان اصبح يعني اخطر بكثير واكبر بكثير من تفصيلات صغيره ممكن يختلف عليها البعض. يعني نحن نتجاوز هذه الخلافات كلها الاشياء الصغيره، وخلونا نركز على انقاذ ثوره 25 يناير. ربما لو كل الناس فكرت بالطريقه اللي احنا بنفكر فيها هنلاقي الحاجات دي ممكن نتجاوزها كلنا. يعني خلاص يبقى كويس كويس. اتفضل حضرتك استاذ احمد. اتفضل محمد. لحد اللحظه اللي احنا بنتكلم فيها دلوقتي في مجلس الشورى لم يقدم اي مشروع، اي مشروع يتعلق بالسلطه القضائيه، سوى كله اجتهادات من او بتتكلم بره مجلس الشورى. لكن المشروع الوحيد اللي اتقدم لمجلس الشورى النهارده هو المشروع المقدم من حزب الوسط فقط، ما لا يوجد مشاريع اخرى قدمت من اي جهه. اطلعنا عليها وما بنختلفش معاها كتير، ما بنختلفش معاها كتير في التعديل اللي احنا اللي متقدم النهارده لمجلس الشورى. بالظبط بالظبط، بل بتحقق بعض مطالب شباب القضاة. مفتوح مفتوح. وطالبين راي السلطه القضائيه او الجهات القضائيه والمجلس الاعلى للقضاء فيها كمان ان شاء الله، وهيعرض عليها مشروع القانون كاليات لابد ان يمر بها القانون حتى يصدر. يجب اخذ رايهم وهيتعين اخذ رايهم في هذه المساله، لكن المشروع ما يخرجش عما تم مناقشته من مشاريع اخرى، هو بس تفعيل وخطوه لقدام لتحقيق مطلب من مطالب الثوره. دكتور محمد قال ان دي محاوله لعمل نوع من العداله الاجتماعيه، ان توحيد السن على في كافه الوظائف العامه ده بقى مطلب ثوري ومطلب من مطالب العداله الاجتماعيه. لا يجوز ان تميز فئه عن اخرى. من هنا ورايح خلاص المساله دي، الدستور اللي نص على التعيين حتى فيما يتعلق بالتعيين، وده ان شاء الله هيكون في قانون الوظيفه العامه، الدستور نص على التعيين بالجداره، ولا زال حتى تاريخ التعيين في الوظيفه العامه بالاختيار. يعني لازال الدستور المصري لم يطبق، يعني بيكون في طالب جايب تقدير عالي ويعين بدلا منه صاحب تقدير اقل، لانه التعيين لازال بالاختيار. المحاوله دي هي محاوله لتفعيل الدستور المصري ويكون التعيين بالجداره وليس بالاختيار، ولا ابن فلان ولا ابن علان. دي محاوله من حزب الوسط لتفعيل ما نص عليه الدستور لا اكثر، وهذا تحقيقا للماده 64 من الدستور التي تقول تحديدا يعمل الموظف العام في خدمة الشعب، وتتيح الدولة الوظائف العامة للمواطنين على أساس الجدارة دون محاباة أو وساطة. المادة 64 من الدستور. عندما يصدر القانون يطبق بأثر فوري، عندما سيصدر القانون سيكون هناك تشكيل جديد لمجلس القضاء فورا. أي مكان هذا التشكيل وفقا للدستور لابد أن يرشح من أو يختار النائب العام الجديد، فالقانون سيطبق بأثر فوري وليس له يعني أي سلبيات، سواء كان اللي هيختار فسواء كان المجلس الأعلى للقضاء هتتغير أشخاصه أو لا تتغير أشخاصه وفقا للسن، إنما هو في النهاية المجلس الأعلى للقضاء هو الذي سيختار النائب العام، وده كمان مطلب ثوري
ومطلب القضاء اللي بيطالبوا بإقالة النائب العام، رغم أن النائب العام الحالي معين وفق قانون السلطة القضائية بأمر من رئيس الجمهورية أو بقرار رئيس الجمهورية وفق قانون السلطة القضائية، ويريد المجلس الأعلى للقضاء أن يكون له رأي أو هو الذي يختار النائب العام، ونحن بهذا القانون نستجيب لهذا المطلب. نحن خرجنا من رحم الثورة. حزب الوسط كان له شرف أن يكون أول حزب يخرج من رحم الثورة، فنحن نعبر عن الثورة. الثورة المضادة تلاحقنا من يوم 18 فبراير حتى الآن، تعلو وتنخفض وفق استعدادنا للمواجهة. كنا نظن أنه بعد انتخاب رئيس للجمهورية ستوقد الثورة المضادة، ولكن للأسف هناك تباطؤ في اتخاذ الإجراءات، وهناك تباطؤ من السلطة التنفيذية، فكان لزاما على نواب الشعب أن يتحركوا. بالإضافة لهذا، احنا على يقين وثقة ان كل القوى الوطنية في مصر سواء كانت احزاب او قوى ثورية او غيرها